اهلا بيكم بعد الفاصل. بصوا، التتبيله لازم البصل مع الفلفل يدبل كده بالشكل ده مع التوابل حتى لونها باين. بصوا التتبيله بتاعتها على الريحه بقى اللي بتديها لنا. الخلطه دي لو حد لسه فاتح دلوقتي عباره عن ايه؟ بصل جوليان متقطع رفيع كده زي تقطيع الشاورما، فلفل حامي وفلفل رومي وتوم وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وكبابا صيني او جوزة الطيب وتوم كده. بصوا قلبنا كده كله في بعضه. تعالوا بقى شوفوا اللي جاي ده. المقادير اهي، مقادير صينيه السمين يا جماعه قدامكم اهي على الهوا. عايزين معلقه؟ المقادير اهي قدامكم، كبده وفشه وايه تاني وطحال ولحمه راس ولسان وراس خروف. يا نهار ابيض، وقعت على الطحينه يا ولاد، مين اللي لعب فيها كده؟ بصوا بقى، تعالوا للحركه دي بقى. دي الحركه اللي عارفين ايه، دي اللي من الاخر بقى، اللي هي ايه، انا تبلت كل حاجه في الخلطه هنا ودعكتها كويس قوي لما الخضار كله دبل. باقي معايا حوالي معلقه ثوم اهي، هيتحط عليها ايه بقى؟ هيتحط عليها ملح وكمون وكزبره وخل، واقلبهم كويس في قلب بعض وهركنهم شويه، اخلي الثوم يتخمر جوه الخل. تعالوا نشوف نعمل الحركه دي. دي سر الصنعه، دي مش هتلاقيها عند اي حد غير عندنا في ست الحبايب. ادي كمون، وادي فين الكزبره، تعالي كمون وكزبره وملح، شويه ملح صغيرين كده لان احنا كده كده يلا يا جماعه عشان محمد ايمن النهارده جايب الروشتة فيها صينيه سمين. قال لك مع كام سندوتش قبل الاكل وكام سندوتش بعد الاكل. بصوا كده، بصوا يا جماعه، بصوا كده الخلطه، وبعدين نروح حاطين الخل. بصوا اهو مع سطو مسلح يا نوجه. نوجه بتقول ان هي هتيجي دلوقتي مع سطو مسلح على المدينه عشان تسرق الصينيه دي. بصوا بقى كده، انا زودت الخل شويه ازاي، واسيب الكلام الحلو ده يخمر بس، وادعوا لي على اللي هيحصل بالخلطه دي. بس خليكم فاكرين احنا حطينا ايه. بصوا الثوم ابتدى يتشرب في الخل، ابتدى يتقل اهو اهو اهو، حلو قوي. نركنه على جنب زي ما اتفقنا، ده كده مش معانا دلوقتي. اللي معانا دلوقتي الخلطه بتاعتنا اللي عملناها الجميله دي وصينيه السمين بتاعتنا. منى، منى عايزه الغوايش مع رغيف سمين. بصوا بقى كده، انا شغلت النار تاني. انا كان يهمني في الاول النار تكون عاليه على الحاجات النيه، عشان تعمل اللسعه. برافو عليك يا استاذ احمد، تعمل لنا اللسعه الحلوه اللي بتدي طعم السمين ده كانه مشوي بالظبط. انا كده خلاص سويت كل الني، دلوقتي بقى هندخل على ايه؟ على المسلوق، نقطع منه بقى. يا نهار ابيض يا جماعه، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، اللي مش هيعمل السمين زينا هيفوتوا كتير. يلا بينا بقى يا استاذ احمد، تعالالي، يلا جيت. هيا بينا. الساتور تقيل على ايدي والله العظيم. بسم الله، ناخد كده ايه، حته فشه، انا خايفه البتاع دي اشدها تقع كده. بسم الله، انا خايفه. ايه رايكم وانا بقطع كده؟ بصوا الفشه مستويه ازاي، عظمه. ناخد حته كمان يا اخويا، احنا عايزين نملى الصينيه. بسم الله، في ناس عشان يا عيني محمد ايمن بس يتعالج صح، يتعالج كويس. وناخد حته مضاد حيوي طبيعي. بصوا بقى، وهناخد حته حلويات، دي اللي اسمها الحلويات اهي. بصوا الحلويات، انا بس خايفه ايه اقرص، خايفه من الشنكل بصراحه. بصوا انت جايبني وانا عامله معلمه اهي، عليه الصلاه والسلام. حته حلويات كمان، دي بقى حلويات الصينيه كلها. هاتي دي هنا، يلا نقطع تقطيع بقى ايه عشوائي كده. بصوا حلويات حلويات حلويات. يا استاذه زينب اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا استاذه زينب؟ كل سنه وانت طيبه يا فندم. عامله ايه يا قلبي؟ ايه انت مال الحلاوه اللي انت عاملاها دي؟ ايه رايك في حلقتنا النهارده؟ بسم الله الحمد لله، عامله فيها معلمه. ايه الجمال ده؟
ده جمالك انت يا حبيبتي والله. يلا عشان تعملي السمين. بحبك قوي قوي قوي. ربنا يخليك يا زينب. هتعملي السمين في العيد ان شاء الله؟ اكيد طبعا. بعد انت عملتي لي هيعمل كل حاجه، انت علمتينا كل حاجه طبعا. الصينيه دي باذن الله تعملوها في العيد وتدعوا لي دعوه حلوه بامر الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حضرتك. حبيبه قلبي نورتيني. بصوا بقى كده بقطع كده الفشه، مش عايزين نقطع حاجه كبيره عشان لما نيجي نعمل بقى سندوتشات حلوه كده ولا نغمس بالعيش. يلا بصوا ناخدها كده ونسمي بسم الله بسم الله بسم الله على الصينيه على طول. يلا. الله 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 يا جماعه. لا والله ده الجماعه كلهم على اللايف بيقولوا شعر. قولي تاني الشعر الحلو ده. تعالى عند هالة وكل طبق سمين ينسيك ايه؟ هم السنين. الله 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 الله. ايه الجمال ده؟ تعالوا تاني بقى. يلا نقطع تاني الفش تقطيع كده عشوائي كده بسم الله بالشكل ده على الروايح يا جماعة، على الروايح وجمالها. قلبنا الدنيا، قلبنا الدنيا من الريحة. بصوا كل اللي يتقطع كده. يلا بسم الله على الصينية على طول. يا عيني يا أستاذ أحمد حساك بتجري ورايا. يلا أنا سلقة طبعا كل ده من بالليل، يعني كل ده أنا سلقاه سواء تسلقيه في حلة الضغط أو في حلة عادية، بس طبعا لو عندك حلة ضغط بتنفع بقى في الأكل ده بالذات في السمين. الفشة والممبار والكوارع الممبار لما بسلقه في حلة الضغط بيطلع طري، بيبقى حلو جدا. بصوا كده أهو. يلا بينا نزود تاني. يلا بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تقليبة حلوة. أيوه بصوا بصوا شوفوا اللسعة اللي بقول لكم عليها ابتدت تظهر معانا. اللسعة دي اللسعة دي يعني إيه؟ شوي، يعني سمين مشوي. الله الله الله. اهو يا جماعه ما شاء الله تبارك الله عليك. قولي لي يا اسراء مين بيقول ايه. بصوا رحاب بتقول لي ماما بتشوفك دلوقتي، ممكن تعيدي على ماما. يا مرحاب كل سنه وانت طيبه وربنا يديك الصحه والسعاده ويبارك في عمرك ويبارك في صحتك يا مرحاب، وتشوفينا على طول ويبقى شرف ليا وجودك معانا على طول انت ورحاب على اللايف. كل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه وانت طيبه يا رحاب. لا للاسف يا جماعه سيف اجازه، سيف اجازه النهارده. بيسالوا على سيف. بودي بودي موجود النهارده كده، معرفش هيعرف يسافر ولا الريحه هتعمل معاه ايه. كده احنا خدنا الفشه تمام. نقلب كده تقليب حلو. طبعا الفشه مستويه، كل اللي انا طالباه منها ان هي هتتشوح بس مع الكلام الحلو ده. الله الله الله. تعالوا لي تعالوا لي يا ام سلمى. ايوه يا شيف هاله. ازيك يا ام سلمى؟ ازيك يا شيف هاله؟ ايه الحاجات الجامده دي؟ اتفضلي معانا يا حبيبتي والله. الله يخليك بألف انا وصحه كل سنه وانت طيبه. الله يخليكي. ربنا يهنيكي يا حبيبتي. تسلمي لي. الله يخليك. عامله ايه يا شيف؟ انا والله من بدري وانا عماله اتواصل عشان اكلم حضرتك مش عارف. يا حبيبه قلبي انت نورتي الدنيا كلها يا ام سلمى والله. ازيك معلمه معلمه هاله. نافعين ولا مش نافعين؟ ايوه نافعين ولا مش نافعين قولي. لا نافعين 100 100 والله. يا رب يخليكي والله. يا ربنا يكبر بخاطرك. الله يخليك 100 100 يا شيف هاله والله. اتعلمنا منك كل حاجه حلوه. ربنا يخليكي يا ام سلمى وما تحرمش منك يا قلبي ابدا والله. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. بصوا سوى الطحال عامل ازاي يا جماعه؟ ولا كلمه، وعلى شرط الطحال ما بياخدش سوى. تخيلوا بقى، يعني دايما دايما بحس ايه هو الغلبان في ليله السمين دي كلها. طعمه بقى تحفه تحفه. لازم تاخدي كده تدوري على الطحال في الصينيه وتدوقيه الا الطحال. يلا وبرده هو من الحاجات اللي لازم تيجي بالحجز من عند الجزار، يعني مش من الحاجات القليله جدا اللي لازم تحجزيها. تقليب تقليب. هنا بقى ايه؟ جه وقت الخلطه. كل ما تلاقي شويه الخلطه اللي انت حطيتيهم ابتدوا يتبلوا ومعالمهم تروح كده بالشكل ده، نروح مزودين تاني. بصوا هو ده اللي انا بقول لكم عليه. شايفين اللسعه دي ودي؟ بصوا
لازم الصينيه تاخد اللسعه دي، بعد كده تنقعيها في شويه ميه خلاص بتروح، بس اللسعه دي هي دي اصل الجمال كله، كانك بالظبط عاملاها في الوجاء بتاع المصمط. ناخد ايه تاني؟ ناخد ايه تاني؟ ناخد ايه تاني؟ ناخد ايه تاني يا استاذ احمد؟ ناخد ايه تاني؟ احنا خدنا حلويات. قوليلي قوليلي بس بتسرسعي ليه؟ اه هناخد اللسان دلوقتي. يلا بس ناخد كده حته حلويات حلوه، وناخد كمان من الخلطه. قوليلي يا منى تاني. اهلا وسهلا معانا مدام امل حبيبه قلبي الجميله. اهلا والده استاذ محمد ايمن. طيبة. حبيبه قلبي وانت طيبه يا حبيبتي والله. كلنا طيبة يا قمر الليل وشمس النهار. يا نهار ابيض كل ده انا، ربنا يكبر بخاطرك. يا رب كده يا رب دايما كده يا رب ويحسن بين ايديكي. يا رب يخليكي، ايه المكالمه الجميله دي والله فرحتيني. ده انت خليتي الناس كلها سابت القنوات كلها وراحت قناه هي العالميه. يا رب يخليك يا رب مع بعض على طول يا رب، اللهم امين. الله يخليكي الله يخليكي، بشكرك وبشكر كل اللي معاكي والله. يا رب يخليكي، انت نورتينا النهارده والله. كل سنه وانت طيبه كده يا رب، وكل الاستاف معاكي كله بخير. الله يخليكي. بصي احنا بنعالج ايمن اهو، دي روشتة كل يوم عمالين نشوف الروشتة مكتوب فيها ايه ونعالجه. الله يبارك لك يا رب. تعيشي يا حبيبتي. الصحة والعافية يا رب. الله يخليكي ونورتيني يا حبيبة قلبي، اشكرك. كده حطينا الطحال وحطينا الفشة وخدنا الحلويات دي من السمين، دي اسمها حلويات المذبح. الحلويات الحلوة دي بتدي طعم جوه الصينية روعة. تعالوا بقى دلوقتي للكينج بقى بتاعنا. بسم الله. انتوا يا ولاد متاكدين اتعافى عليها عادي ولا ايه؟ ولا ايه؟ يلا نتوكل على الله. توكل على الله. سمي بسم الله. بصوا اللسان وجماله. بصوا اللسان وحلاوته. طبعا لازم يتسلق سليم كده يا جماعه زي ما هو. يتسلق سليم كده بلحمه الراس بتاعته. شايفين الجمال؟ تعالوا بعد بس دلوقتي نحاول كده ايه نقشر كده بسرعه. وتقشيره بس ايه ممكن ياخد وقت شويه. طب انا هقول لكم حاجه، ممكن انا ده اقشره في الفاصل صح؟ عشان عايزه اقطع بس لسه لحمه الراس، وخلي تقشير اللسان في الفاصل، ايه رايك؟ عشان بس ما ياخدش وقت مننا. يلا بسم الله اهو. بصوا بصوا لسه خارج من الشوربه اهو، ممكن نقشره كده بايدينا. خلينا ناخد دلوقتي لحمه الراس وبعدين اللسان، هقشرها في الفاصل على مهلي بقى عشان بس ما ياخدش مننا وقت. بس خليه مقنسنا كده اهو القمر بتاعنا. بتضحكوا. تعالوا دلوقتي ناخد لحمه الراس الملبسه الجميله دي. بقول لك ايه، بقول لك ايه، سمي باسم الرحمن وكل باطمئنان. حتى انا كمان بقيت مشعره، انا كمان بقيت بقول شعر. نعمل ايه بقى؟ لحمه الراس هناخدها زي ما هي كده، طالما كده العظمه سهلة. بتضحكوا عليا؟ امال بتقولوا ايه؟ امال بتتقال ازاي؟ بتتقال ازاي؟ بصوا بسم الله كده. فانا قلت على قدي بقى، هنقطع كده لحمه الراس. احلى حاجه بقى. يلا نزلوا مقادير الكفته لمريم، يلا بينا. ادي يا جماعه لحمه الراس مستويه، زبده 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 يا اخواتي زبده. بصوا بقى تعالوا لي كده على الصينيه، يلا بينا. دي كده معنى كده ان 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 السمين ده خصوصي مخصوص، طالما اتحط فيه لحمه راس ولسه هيتحط فيه كمان الراس الضاني، فمعنى كده ده السمين المخصوص، ده طلب مخصوص مش الطلب بقى العادي. بصوا يا نهار ابيض، تعالوا تعالوا كده شوفوا شوفوا اللحمه زبده ازاي. بصوا 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 شوفوا ليه. يلا ادي كده هحاول هنشوف كده. طب ما ممكن الجماعه هنا ياخدوه يقشروه كده على ما احنا نكمل الباقي. يلا ننجز. اه هو مش هياخد وقت. بسم الله انا هديهولهم. يلا اه هو مش هياخد وقت خالص، هيتقشر بطريقه بسيطه كده. يلا يلا بس بسرعه بقى يا جماعه. بسم الله ويلا نكمل، طالما عايزين تاخدوا ايه الموضوع كله حته واحده.
هو ما يتاخدش بصراحه غير كده. معاك حق والله يا استاذ احمد. الواد سعيد فرحان فرحه غامره. يلا يلا لحمه الراس الجميله. بسم الله. نهار ابيض يا جماعه، دي ليله. نقطع تاني كده. بصوا انا لو شديت العظمه كده هتطلع ازاي. بصوا العظمه، العظمه طلعت اهي. نقطع كده. ما بتاخدش برضو هي كمان سوى، والشوربه بتاعتها بتبقى حلوه جدا، شوربه غنيه جدا، زي اتعاملي معاها زي شوربه اللحمه بالظبط بالشكل ده اهو على الصينيه. لسه ما قلبناش. بسم الله. شوف بس في عظمه تانية كده جوه اهو. يا نهار ابيض على الجمال. بصي ده انت لو مش عايزه سكينه، عايزه لو قطعتيها كده بايديكي معلمه بقى وكده. بصوا اهي، تعالوا 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 على الصينيه. يلا فين الكومنتات؟ سرحتوا معايا ولا ايه؟ يلا انتوا فين؟ وما تسيبوش حد على التليفون. يلا انت فين يا منى؟ طب يلا قولي. والله يا نوجة وانا كمان زيك، بس هنعمل ايه بقى؟ يلا. لا الكرشة دي ليها شغل لوحدها، الكرشة ملهاش دعوة بصينية السمين خالص. صينية السمين هي اللي احنا عاملينه ده، وكمان احنا مزودين، يعني انت ممكن هتنقصي كذا حاجة، يعني احنا كمان كده مزودين في صينية السمين. احنا عايزين نعلق دي تاني. يلا. يا سلام والله علقتها. لا 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 يا جماعة، احنا كده سبع صنايع، احنا هنخرج من الحلقة دي جامدين قوي. نقلب بقى، عايزين نقلب الصينية بتاعتنا. بسم الله. يلا بينا. يلا مقادير الكفته، يلا انزلوا لنا بمقادير الكفته يا جماعه. مقادير الكفته لحبيبتي اللي طلبتها. بصي قلبي بقى كده كله في بعضه. خلي معالم كل حاجه شكرا تروح، يعني خلي معالم لحمه الراس تختفي مع الكبده، تختفي مع الطحال، مع الفشه، كله كده في قلب بعض، وخلي كله ياخد من اللسعه الحلوه دي. يا جماعه والله العظيم لسعه الصينيه دي هتدعوا لي عليها. بقول لكم كأن كل اللي قدامك ده مشوي على الفحم بالظبط اهو كده. شايفين الجمال؟ الله 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 الله. يلا يا ام بلال اهلا وسهلا حبيبه قلبي. ازيك يا شفاء؟ عامله ايه؟ ازيك يا ام بلال عامله ايه؟ الله يخليك يا غاليه، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي، اهلا بيك. تسلم تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها يا شفاء. الله يخليكي. شايفه الصينيه عامله ازاي يا ام بلال؟ زي العسل، طالما من ايدك زي العسل يا شفاء. حبيبه قلبي ربنا يخليكي، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا حبيبتي. بقول لحضرتك يا شفاء، معايا زيبه مخ انا حطاه في الفريزر مجمد. ماشي. عايزه اطيب واطلع يفك الاول ولا اسلقه وهو مجمد؟ لا هتسلقيه وهو متجمد، بس على شرط لازم ينزل في الميه، الميه تكون بتغلي جدا. يعني اوعي تنزليه في ميه هاديه، لازم لازم اول ما ينزل يقفل على نفسه عشان ما يتهريش منك في الميه. تمام ماشي. اغلي الميه كويس قوي، طلعيه مجمد، حطيه في الميه وهي بتغلي، وحطي بقى حبهان، وحطي معلقه خل في الميه بتديله ريحه حلوه قوي، هتدعي لي عليها على معلقه الخل دي. وما تطلعيهوش من الميه غير لما يستوي تماما، تطلعيه على ميه بتلج ساقعه. معلش المخ ليه طريقه معينه عشان ما يتهريش منك، تطلعيه على ميه بتلج يبرد تماما، وبعد كده طلعي تبص تلاقيه جامد معاكي، قطعيه بقى واعمليه بانيه او بحته زبده، دحرجيه في حته زبده كده ويبقى زي العسل من ايديك. اللهم بارك. تعالوا بقى ما نجيب راس. بسم الله. نجيب الراس الحلوه دي وناخد خد الجميل يا جمال خده. ناخد خد الجميل كده، شايفين الخد، وناخد الخد التاني. صينية سمين احسن من الفيتامين. لا يا جماعة كتير عليا كده كتير يلا يا جماعة خلصوا الحلقة دي كفاية كده. ناخد كمان هنا بقى كده، الصينية زادت غناوة وزادت جمال. تعالوا نشوف الراس بعمل فيها ايه، بفتحها ازاي عشان بس ما تتهريش منكم. في ناس بتجيبها من عند الجزار بيديها هنا بالسطور كده واحده يفتحها نصين،
طب لو ده ما حصلش وانا جبتها سليمه زي ما هي وسلقتها سليمه اعمل ايه؟ اروح جاي موقفاه كده، بصوا البق اهو، احط صوابعي كده كده واروح فاتحه كده، بسم الله اهو بمنتهى السهوله طلع لي اللحم وطلع لي اللسان. بصي اهي كسريها كده من بعضها، يا نهار ابيض على جمال لحمه الراس الضاني الضاني، بصوا بتطلع من العظم ازاي، وعلى الصينيه برضو على طول. اه عايزين نقلب كده، الصينيه ابتدت تنشف معانا، ممكن هنا نزود لها شويه من شوربه لحمه الراس، تاخد وتدي كده معاها. في حاجه طبعا مفيش طبق ولا في بوله ولا حاجه ناخد بيها، مفيش اي حاجه في اي حاجه، ناخد كبشه. طيب اهو هاخد شويه من شوربه لحمه الراس اطري بيها الصينيه. يلا 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 يا جماعه، عشان لو اللسان لسه قدامه كتير خلاص هتوه. هحط كده شويه شوربه كده زي الفل. تسلم ايديكم يا جماعه والله. بصوا بس شوفوا لنا كده الميجر كاب الصغير كده. اه يلا اه الميجر عشان اخد شوربه بس. ادي اللسان اهو اتقشر وبقى زي الفل. تعالوا تاني بصوا، ده اللسان الضاني اهو، وادي اللحمه الضاني. يا ام احمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام احمد؟ الله يخليكي، انا بس عاوزه تسمع الاهداء الحلو ده، يا ريت تطي فرحك. انا لا انا مش سامعه كويس. اهداء لحضرتك يا معلمه هلا. اهداء للمعلمه هلا، يا نهار ابيض. آه. يلا بينا. هي الام والاخت والصديقه والحبيبه. يا حبيبتي هي حبيبه الملايين، الحلو كله بتعمله لنا وما ترفض لناش اي طلب، طلباتنا عندها اوامر. هي حبيبه الملايين، واقفه صابره وجامده ومحتسبه ورمي حمولها على الله. يا جبل ما يهزك ريح. الحمد لله. ناس كتير حواليها بيحسدوها، دول برضو معذورين يا اخواتي. من الاخر هي وبس ست الستات. مين هي؟ ليكي. عرفتوا هي من هي من آه عرفتوا هي مين؟ مين؟ قولي انت، ما نعرفش. هي حبيبتي الملايين. يا رب يخليكي، يسلم بقك ويسلم لسانك ويبارك لي فيكي وفي عمرك يا رب. يعني مش عارفه اقول لك ايه، انت فرحتيني والله، يعني كتر الف خيرك. اشكرك يا حبيبه قلبي، ايه الكلام الحلو ده، بس اشكرك. مش عارفه اقول لكم ايه والله، بس يعني كلامكم الكلام اللي فعلا فعلا بيخرج من القلب بيوصل للقلب. بشكركم على كل كلمة بتتقال من القلب، وتسلموا لي جميعا. والشعر النهاردة أثبت إن أنتوا كلكم مواهب، كلكم مواهب. اللسان أهو اتقشر، تعالوا بقى شوفوا اللسان ده ولا أعظم لحمة باردة. يلا حاضر، هناخد بس شوية شوربة كمان. طب لو أنا ما عنديش شوربة زودي شوية مية عادي، مفيش مشكلة، بس الشوربة هنا هتدي غناوة أكتر للصينية بتاعتنا. بصوا كده وتخليها كده طرية. أيوة أيوة أيوة، وتلمي لي بقى الريحه. هدى بتقول لي ابو سلمى قاعد منهار من المنظر. يلا اعملي له اعملي له احلى صينيه سمين ان شاء الله. بصوا بقى كده شوفوا اللسان وجماله بقى. طبعا اللسان ده يتعمل بكذا طريقه، يتعمل بانيه، يتحمر في الزيت، يتعمل بمعلقه زبده، يتعمل في السندوتشات الكلاب ساندوتش اللي بتبقى غاليه قد كده. في معلمه تقول كلاب ساندوتش برده عيب كده، يعني السندوتشات اللي هو العيش التوست العادي ده اللي بيقولوا عليه كلاب ساندوتش. قال هالة حبيبه الملايين عملت اجمد صينيه سمين. مين بقى حبيبتي اللي قالت كده؟ كنزي. كنزي شكرا يا كنزي. بصوا اللسان، يا نهار ابيض، انا بقول لكم ولا اجدع لحمه بارده اهو. شوفوا شكل الصينيه عامل ازاي. عايزين بقى ايه، نرجع نعلي النار تاني، انا كنت موطيه عشان مفيش حاجه تتلسع. نرجع نعلي تاني، كل ما باجي الناحيه دي على الريحه اللي طالعه على الروائح. النهارده اللي موجود معانا في القناه يعني هيكسب كتير. بصوا كده ادي الصينيه بتاعتنا، ونكمل اللسان. يلا اه طبعا
الممبار ده بيبقى اخر حاجه خالص على الوش، يعني حتى بعد ما تظبطي الصينيه وتظبطي الخلطه بتاعتها تروحي مقطعه الممبار حطاه على الوش. الممبار ما يتحطش من الاول خالص عشان مع التقليب ما الرز بتاعه ما يقعش وما يتهريش. ايه رايك يا سعيد؟ شايف تسويه اللسان عامله ازاي؟ ولا كلمه. مبسوط قوي سعيد النهارده. سعيد بس النهارده سعيد، سعيد زياده عن اللزوم وليه حق بصراحه، كلنا سعدة النهارده والله. ادي يا جماعه خلاص كده اهم حاجات. بصوا عمركم تجبتوا سمين من بره لقيتوه كده بالشكل ده؟ يعني على راي اللي قالوا لي من زمان السمين بتاعك بتعمليه بيتقال عليه سمين نظيف، هو فعلا كده نظافه وطعم وشكل. بصوا شايفين الجمال؟ هنا بقى هنحط الخلطه. حاضر، هنحط بقى اخر شويه من الخلطه اللي هيخلوا لي لون الصينيه بقى جميل والطعم روعه اهو. ناخدهم كده كلهم بسم الله وخلاويس وندي تقليبه كده بالشكل ده يا جماعه. كده بقى الممبار خلاص اخر حاجه يا استاذ احمد معانا الممبار. ده هتبقى ليله النهارده، ليله. يلا بصوا شوفوا شكل الصينيه عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله كده. الممبار بقى عشان احنا امبارح كنا مقطعينه صغير فيا دوبك هاخد كل واحده بس على اتنين وارميها على وش الصينيه اهي كده، مش اكتر من كده. يلا بتصفر في البيت؟ حبيبتنا بتصفر في البيت. يا هاله يا اجمل شيف انا عايزه منك رجل. مش انا بقول لكم يا جماعه، لا احنا نقفل الترند على كده خلاص. كنزي، اه كنزي متالقه النهارده بجد. ادي كده الممبار، طبعا الممبار علشان معمول امبارح وبايت فماسك نفسه فمديني فرصه ان انا اعرف اقطعه كويس كده. دي 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 صينيه اكيله، دي صينيه ناس ليها مزاج في الاكل كده. المباراه الصغيره بحطها بحالها كده زي ما هي. يلا وعيشوا النهارده معايا احلى صينيه سمين واحلى عيد مع بعض بامر الله في ست الحبايب كده. كان في حاجه متشاله على جنب، مين فاكرها؟ مين فاكر ايه هي؟ طب استاذ احمد قال صح. ها ما انت بتغششهم، انت بتغششهم. اه شفتوا بقى استاذ احمد غششكوا ازاي؟ الخلطه الاخيره اوعوا إيه تنسوها. بصوا كده، بصوا شكل الصينيه. انا مش هتكلم، انا هسيبكم انتوا تحكموا بنفسكم على شكل الصينيه النهارده. شوفوا جمال الصينيه عامل ازاي. اللهم بارك. تقليبه كده، تقليبه بقى ايه بالراحه بقى علشان بس الممبار الرز ما يقعش منه. بس يا روايح العيد الجميله، الروايح اللي ملت الدنيا. اللهم بارك. نقلب كده تاني كده. اهم معلومه، مين اللي بتقول كده؟ حبيبتي بتقول دلوقتي كاتبه عليا بتقول انا عمري ما عملت السمين بس انت حببتيني فيه. بصوا اعمليه وهيعجبك جدا. قولي بيقولوا لك يا استاذ احمد احنا ملاحظين، بيقولوا لك احنا ملاحظين ان انت نسيت الفواصل من المنظر. اه والله تخيل بقى حبايبنا، حبايبنا كمان لاحظوا ده. يلا نشيل بس كل ده عشان ايه نستعرض كده بشكل حلو. اخر حاجه يا جماعه كانت معانا اللهم بارك الخلطه. نشيل كده كل ده. بصوا بقى الخلطه الاخيره دي، هي دي. استنوا بس عشان الغواش رجعت لورا، عشان بس عايزه ابين الغواش في التفاصيل. بين لي الغواش يا استاذ احمد. يلا اهي باينه معاك الاثنين، باينه يا معلمه. بص بقى كده هنقلب الخلطه كده كويس واقعد اخد منها واسقسق كده على الصينيه بس كده. يلا دوقوا لي بقى وشموا لي احلى ريحه في الدنيا، ودوقوا احلى طعم للسمين ما دقتوش زيه قبل كده.
بصوا الالوان بتاعته، شوفوا شكله، شوفوا التحابيش بتاعته، اللهم بارك، شوفوا جماله اهو. بس يا ست الحبايب وديها كده على نار هاديه بعد التتبيله دي، تاخد وتدي تشكشك كده حاجه بسيطه كده على نار هاديه، وبعدين اروح طافي عليها النار واديها تقليبه. يا نهار ابيض على الريحه، يا نهار ابيض على الريحه بجد، لا الريحه ريحه بجد تجوع. في ناس بتوحوح فوق هنا، بودي عمال يوحوح، وسعيد مش قادر يمسك نفسه من الضحك من الانبساط، عمال يعمل لي كده. بس كده يا جماعه شوفوا، بس عسل اهي وخلاويص. وما تنسيش لسعه الصينيه اللي من تحت اللي بتدي ريحه وطعم الحاجه المشويه بالظبط. ادي صينيه السمين بتاعتنا النهارده يا جماعه، كل اللي عملناه سلقنا مثلا من بالليل، تسلقي الحاجه زي ما انا عملت كده، سلقت كله من بالليل واسيبها تتشمع تمسك نفسها، عشان لما اجي اعلقها او اجي اقطعها تتقطع معايا من غير ما تتهري. وسويت الني الاول لوحده، بعد ما استوى ابتديت اقطع المسلوق المستوي وانزل بيه، وادي الشكل بتاعنا الجميل، حته ممبار عماله تغمز لكم بعينيها اهي. الف هنا وشفا لكل حبايبنا يا رب، الف هنا وشفا لكل اللي هيعملها، والف هنا وشفا لكل اللي هيدوق الصينيه بتاعتنا النهارده. نطلع فاصل بقى عشان مشخشخ شويه، ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير.